بعودتنا برضو لعدد المشاركين ومقارنتهم بعدد الميداليات هل انتم راضين على عدد الميداليات كلجنه اولمبيه لا انا مش راضي خالص تمام حضرتك مش راضي آه. في حد تاني في اللجنه راضي لا ما اقدرش اقول لك ان حد راضي آه. خلاص ما يعني كلمه ما تتقالش احنا حققنا في اولمبيات طوكيو ست ميداليات فالطبيعي انك انت المره دي بتحاول تعمل ايه اقل حاجه ست هذا الرقم آه. ده شيء طبيعي. آه. فأنا أنا بنفسي كنت بطلع بقول يا جماعة إحنا التارجت بتاعنا هو التارجت الواقعي بتاعنا، هو آه. ست ميداليات ممكن يزيد واحدة أو يقل واحدة. تمام؟ آه. هل لما يبقى عندي 11 أو 12 لاعب قادرون على على المنافسة، آه. يبقى الـ 12 كلهم هيجيبوا ميداليات؟ مش شرط طبعًا، لا. في منافسة طبعًا آه. وهل الـ 12 كلهم مش هيجيبوا ميداليات؟ ما ده برضه مش منطقي. تمام؟ آه. إنما آه. إحنا كنا بنأمل في أكتر من كده، آه. عشان كده كان عندنا بعض اللاعبين قاب قوسين من الميدالية زياد السيسي بالظبط خلاص يعني كان فرصه جمدة كانت فرصه جامده جدا كانت اول وكان عندنا فرقتين مم. جماعي كمان يعني مم. كرة مصر القدم وكرة اليد من الاول هتقول فرصهم مش صفر مم. عندهم فرصه صح القدم وصل للمركز الرابع مم. فرصة كانت كبيرة كانت فرصة كبيرة وفرصة ممتازة خلاص يعني انا انا بقول الكرة ضيع نفسه مش كوره ضيع ضيع نفسه بطرد عمر صح عمر, عمر, كان عامل دوره اكثر من رائعه ممتاز. كان قافل الميه ونور لا في, الله الدفاع ما شاء الله عليه خلاص واتطرد لسبب هايف كده مم. انه اعترض على حاجة. يعني حاجه قله خبرات قله خبرات قله خبرات طبعا آه. فما كناش متفائلين في الماتش النهائي لما كنا برضو... نتخيل نتغلب سته لا طبعا لا لا طبعا, لا طبعا. لا طبعا. لا طبعا. خلاص ولو كرر الماتش 100 مره مش هيخلص مش هيخلص طبعا انما خلص في الاخر في المركز الرابع وده مركز كويس اه وده اعلى حاجه وصلت فيها الكوره في تاريخها صح اخر مره كنا في المركز الرابع كان في طوكيو 64 بالظبط فلا جيل ستين جيل ستين كويس اه عملوا ماتشات اكثر من رائعه اليد هو ماتش واحد اللي لعبناه وحش اليد مكانته الطبيعيه بعد الدنمارك ماتش اسبانيا الدنمرك. احنا كنا فارقين يا فندم طبعاً. احنا وصلنا خمسه فرق خمسه وانا اقدر اقول لك الأقوى. احنا الاقوى واقدر اقول لك ان الجهاز نفسه عمل شغل هو واللاعبين وكانوا مركزين بشكل كبير جدا م. جدا لان انا كنت في المطبخ معاهم. حلو. خلاص. الماتش ده فلت منهم ازاي؟ ما حدش عارف. حصل. دي رياضه. حصلت. خلاص يعني كبوه في هذا اليوم. انا اعتقد آه. يا فندم ان كان في ثقه زياده بعد ما فرقنا بعدد كويس من النقاط او من الاهداف الثقه بقت زياده عندنا في شويه يعني معلش باللغه العاميه دلع نوعا ما تسبب في آه. ان احنا في الاخر خدنا الصدمه يعني انا 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 ما عرفتش اللاعبين اللاعبين محترفين اغلبهم مركزين كويس جدا عارفين الماتش ممكن يتفاز في لحظه او يتخسر في لحظه فيعني المهم يعني في الاخر يا جماعه دي رياضه ما كانش فيه كان فيه توفيق وعدم توفيق م. احنا في الخماسي الحديث مهند وقع من الحصان على اخر سد خلاص وكان م. ماشي كتير لو ما كانش وقع من الحصان وخد اليمينيشن كان زمانه بينافس على البرونز تمام خلاص يعني الرياضه فيها كده يا جماعه آه فيها بعض الفرص وفيها بعض اللاعبين لم يوفقوا خالص زي سيف عيسى اتغلب من اول ماتش وهو صاحب برونزيه اللي فاتت زي صح. كيشو اتغلب من اول ماتش وهو مم. كان برونزيه اللي فاتت مم. تمام فزياد السيسي برضو ما كانش زياد السيسي مش محققش الدنيا في اللي فاتت انا فاهم بس كان, كان قريب بس كان مرشح الاول اه بالظبط خلاص وبعد يعني زياد الكيس بتاعه تدرس حقيقة زياد بعد ما وصل الى السيمي فاينال فقط تركيزه تماما زياد كان خلاص واثق ان هو هيجيب الذهب آه. ما بيفكرش غير في الذهب هيلاعب المنافس التونسي رقم 13 مم. على العالم فبالتالي بعيد طبيعي ان احنا ابطال افريقيا انا عاجبني جدا وضوح حضرتك وصراحتك في الكلام طب يعني ده امر امر مهم جدا زياد نفسه حتى لما حاولوا بعض الاعلاميين يعني يقولوا له مثلا اعداده كانش كويس لا لم يلام قال انا لا الوم التحكيم انا ما غير نفسي ان انا فقدت تركيزي في وقت ما كانش المفروض افقد هل, تركيزي. هل كان عندنا تقصير بشكل او باخر بخصوص التعامل النفسي مع اللاعبين واللاعبات في مراحل مهمه زي دي في دوره اولمبيه زي دي هل كنا محتاجين اطباء نفسيين يكونوا موجودين مع أبطالنا؟ ولا؟ مفيش بطل اولمبي الا آه. ما محتاج منتل كوتش ولايف كوتش معاه يكون شغال معاه بقاله فتره طب معاه ده لا لا ما خليني اتكلم فضل كلام فضل واقعي فضل يعني مثلا ما ينفعش تيجي تقول اللعيب مهزوز هات له حد دلوقتي هيحل القصه طبعا مفيش حاجه كده مفهوم خلاص كل لعيب من اللي موجودين دول على فكره عنده المنتل بتاع كوتش بتاعه وعنده اللايف كوتش بتاعه حتى لو مش موجود معاه فيزيكلي في, في البعثه فهو بيعمل السيشنز بتاعته وبيعمل وبيتكلم معاه اونلاين فهي مم. موجوده خلاص لان ده شغال معاه بقاله شهور بقاله سنين حافظ مشاكله حافظ ايه اللي بيحصل حافظ معاه ايه اللي المفروض يعمله لما يحصل كذا او كذا او كذا بس انا بعمل بس ده إيه؟ مش تحت اشراف سواء الاتحادات او اللجنه الاولمبيه تحت كل اتحاد اه ليه الجهاز بتاعه وكل لعيب داخل الاتحاد ليه برضه شغله الخاص. اوكي. فكل اتحاد مسؤول مسؤولية كاملة م. عن الشغل الفني اللي تم. خلاص احنا كلجنة أولمبية ووزارة احنا بنتابع معاهم. انا مسؤول عن البعثة نفسها. م. خلاص انما انا لا اتدخل في فنياتك م. داخل الـ الـ واختياراتك الداخلية. أوكي. الوزارة نفس الشيء، الوزارة بتدعم ماليا م. بتتابع ماليا الصرف انما لا تتدخل معاك فنيا في الامور الفنيه بتاعت لعبتها قبل ما اطلع الفاصل حضرتك بتصنف حصول مصر على ثلاث ميداليات فقط في دوره الالعاب الاولمبيه بباريس بان ده نجاح ولا فشل لا مش هقول ولا نجاح ولا فشل هقول مبارك. ان احنا طموحنا كان اكبر من كده آه. كان المفروض التارجت بتاعتنا ان احنا نجيب على الاقل خمس ست ميداليات ده آه. كان يبقى شيء منطقي وطبيعي ليه اتقال من سبعة ل 11 يا فندم ما كانش منطقي ده بالنسبه لك؟ لا هقول لك ليه اتقال من سبعة ل 11؟ آه. لو شفت الريبورت بتاع رئيس اللجنه الفنيه اه هتعرف اللي اعلنوا على فكره قبل الاولمبياد هتعرف ليه 7 ل 11 م. لان احنا كان الريبورت مكتوب فيه ان في ست اتحادات م. خلاص الطبيعي بتاعها انها تجيب سبع ميداليات اللي هم مين؟ آه. السلاح عنده ثلاث لاعبين بثلاث فرص بس فرصهم مش كبيره قوي هيخلص بميدالية قد حدث ماشي. الخماسي عنده اثنين لاعبين قادرين يوصلوا ميداليات الطبيعي ان واحد منهم على الاقل يجيب حصل. يخلص بقى حصل. آه. رفع الاثقال عنده اثنين المفروض يجيبوا ميداليات كريم كحله و آه ما حصلش كريم حصل له اصابه خلاص فجابوا واحده بس فدي واحده وقعت. ثم ثلاث اتحادات كانت غير موفقه تماما. م. عزمي بحلبه في الرمايه، سيف عيسى في التايكوندو والمصارعه بالفرصتين اللي كان عندهم قبل ما نسافر اللي هم عبد اللطيف منيع و... آه وكيشو قلنا ممكن يخلصوا بميداليه واحده ما خلصوش باي ميداليه وخلصوا بمركزين <applause> إذا خسرون في الترضية إذا ف يعني يعني لو بعد شوية توفيق لم ننجح طبعا لم ننجح لم ثلاث ميداليات فقط لا غير انما كنتيجتنا في جدول الميداليات اه هتلاقينا اعلى من باريس ليه حضرتك اعلى ميدالية واحدة ذهب اعلى من باريس اسف اعلى من طوكيو اه خلاص آه احنا كي. خلصنا مركز 52 يمكن كلكم خلصنا 54 آه. كنا ست ميداليات اه اوكي تمام آه ليه؟ م. لان ميداليه ذهب انت بتحسب الذهب الاول اه لو واحد جايب ميداليه ذهب والتاني جايب 20 فضه فابو واحده ذهب هو في الترتيب قبل قبل آه. فعشان كده حتى لما انا سئلت قبل كده طب انت تفضل تجيب ميداليتين في الخماسي يكونوا فضه وبرونز ولا تجيب ميداليه واحده ذهب؟ اقول لك لا آه. اجيب الذهب طبعا م. لان الذهب هتحطنا في مكانه ثانيه في جدول الميداليات وده الاهم مم. فاحنا خد بالك اللي, اللي رايح يلعب على برونز ممكن تقع منه اللي رايح يلعب على دهب لما تقع منه تيجي فضه أو برونز ساره سمير مم. وهي بتعيط اه بتعيط ليه؟ آه، كان نفسها في دهب تلعب على دهب رايح الدهب. صح رايحه تلعب على الذهب صحيح فاجئتنا اللعيبه الثانيه بارقام ما كانتش آه، بتجيبها آه، آه، خلاص فكلنا آه. فوجئنا آه، انها في الاخر برافو علينا تماسكت وقدرت انها توصل للفضه فيش اي دروب حصل آه من اي نوع مم. اللعيب برضه يعني بشر في الاخر خلاص اكيد اكيد, آه أكيد. فوارد ان هو يحصل له دروب ازاي يطلع منه بسرعه خلاص يعني مهند شعبان عندنا في الخماسي خلاص موجود طبيعي ان هو يخلص اول سلاح طبعًا. مش احمد الجندي تمام احمد كان مركز اكتر من. مهند كان ماشي اول في السلاح لغايه اخر عشر مباريات بنلعب 35 ماتش لغايه اخر عشر مباريات مهند ماشي اول سلاح واحمد ماشي خامس سلاح أوكي. خسر مهند ست ماتشات ورا بعض خلاص فقط تركيزه تماما طبعا.